تحية الموقع أشواقع، اليوم نقول لكم أشواقع، لا يوريكم أشواقع. دابا اللي غريب هو أن هذا الكليب اللي لعبت فيه الدور التجانية عروسة مع الشاب اللي في السوشيال ميديا عماد بشري والفنان الوسيم اللي معروف بالكلمات والتوزيع الإخراج الصديق والفنان بدر الدين المعروفي اللي تعطاني الفكرة ديال العمل ديال التجانية. قلت لي مرحبا انا مسوكنا في جوادي تعالى لعبنا وصدقت بحال درنا كنا كنلعبوا مالا وصدقت. ولكن اللي غريب ان صورنا وفي الاخر بغى يدير ضحوكي ساعه درت انا ضحوكي اش واقع هلا يوريكم اش طاحت. كنا كنت واحد الساعه بغيت نخرج من الاجواء ديال الكليب وستريس انت داكشي، قلت نغنيو شويه ديال الدقه المراكشيه وغنينا التيجانيه بعد الدقه المراكشيه. واحد الساعه كنشوفوا كريمه مسكينه كانت واقفه وهي كتلقح، عاد بخرناها شي شويه وناضت الحمد لله وكان داكشي زوين وشرف لينا تكون معنا. كريمه تقمس ديك الشخصيه فهمتيني، ربما تقمس شخصيه اما جواد ككريم ودابا خلات بيناتنا واش كنتي غيعرفونا جواد في حب الناس وحب الجمهور حتى بغيتي تجبدني اش واقع تاكل وجوادو وكل وجواد راه اش واقع وانت بغيت تعرف اش واقع وكتسولني اش واقع وتحيه اش واقع علم الله اش واقع تحيه لكم. واللي كنبغي نقول دازت الامور كلها بخير والفيديو كليب كنحي كاع اللي ساهموا في العمل، لا من لي موديل لا من المايك اب من امين كاستور، كنحي الزيانه ديالنا نكافه حياه كنقولها تبارك الله عليها المساعدة ديالها زينب اختي الهناء كلشي كل صباح صديقه ديالي كلشي صباح صديقه ديالنا بطبيعه الحال تنحيو صباح اختنا وحبيبتنا من المغرب الى الدوله الشقيقه الامارات. هذه كنهديوها التجانيه خاصه ليها والجاليه، هذه كيهديها لك خوك وانا كنهديها لك من القلب. وكنبغي الخصوص كنبغي نوجه تحيه يعني المجهودات اللي قام بها المخرج عبد الرحمن العالمي على المجهودات اللي قام بها هو والزوجه ديالو تحيه ليها كذلك. يعني بطبيعه الحال اشرف صفير الموزع ديالنا تنحيهم كاملين الموسيقيين كاع اللي شاركوا كل شيء الناس ديال رياض الجيران ديالو احبابه تنحييهم كلهم. يعني كنشوف دار الالوان حتى هو بطبيعه الحال رياض دار الالوان والرياض اللي كنا درنا فيه تبارك الله داك الشيء داز غزال مسوكن جوادو ما علي جا الله 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 واش فعل له دابا يحل مولانا هائلة. انا شنو اللي كنت انا ما خايفاش، انا خايفه من مرات ولا بحكم التجربه ديال الميدان 25 سنه، ولكن خفت ماشي كنقول انني غادي كيفاش غنلعب مع عماد بشري، ولكن برافو لعماد بشري عطاني وعطيته. شكرا ربي يحفظك. ماشي مجامله ولكن الكمال لله ولكن الكمال ببدر الدين المعروفي، لان الفكره كانت جميله والاخراج في المستوى كل حق حقه. تحيه للطاقم كله من جنود خفاء من يعني تنحييهم بهذه المجهودات اللي قاموا بها. وكنبغي نقول مره اخرى تحيه الاشواق، وان شاء الله كنبغيكم تتابعونا في الفيديوكم بطبيعة الحال المرة دي ما عارفين اش واقع. وان شاء الله الجديد ديالنا كنبغيو نهديو للجاليه المغربيه وخوتنا المغاربه في الجاليه المغربيه. كنقول لكم مرحبا بكم في الفيديو الجديد التجانيه ذبيح المولانا وذبيح المولانا وبارطاجيو ان شاء الله. تحيه اش واقع. اشترك الان في قناه اش واقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.